قالوا لي انك هتخرجي بكره. والله اول مره امسك الكائنات دي عشان خاطرك. شو بدك مني؟ ايه الرد القاسي ده؟ ايه شو بدك مني؟ جاي اطمن عليك. طمن. انا كتير مبسوطه باللي صار لي. اصلا متوقعه يصير هيك بعد كل اللي قرف اللي حسيته من جوايا، لانه انا وسخت حالي. لا طبعا مفيش الكلام ده، ده كلام فاضي. لا مش فاضي. أنا عارفة إنه كانوا قاصدين حبيبة، وعارفة إنه أنت ورا كل هيدا الشيء، بس برضو حاسة إنه هيدا ذنبي. ماشي. طب شوفي يا بنت الناس، أنا ماليش في اللي فيكي ده، ماشي؟ وأنا مش بكذب، فرق ما بيكذبش. اللي زي اترمى حجرهم من زمان، من زمان خالص. لو كان الطلب مني اعلم عليكي كنت علمت عليكي، وفي وشك، عيني في عينك. فرج ما بيخافش. شو جاي تعمل لك هان؟ ايش شو جاي تعمل دي؟ انا قلت لك جاي اطمن عليكي. طول عمرها محظوظة. أخبار الموزة بتاعتنا إيه النهاردة؟ إزيك يا فرق؟ أهلا يا جوجو. عاملة إيه يا حبيبتي؟ كويسة؟